عبد اللطيف مرتاح صالح محمد من نجع الشيخون. قريه نجع الشيخون كانت تحت، يعني مش هنقول تحت الفقر، يعني الناس مش عارفه تشتغل ازاي ولا تشتغل ايه. جت لنا الفكره اللي احنا نربي دود الاز اللي هو بيعمل الحرير. كنا مستغربين في الاول خالص ازاي دوده تعمل قماش حرير نلبسه، حاجه يعني انا ما كنتش مصدق. قلت هي دي تعمل حرير؟ ده دوده زيها زي اللي في الغيط. فقلت نجرب. اول دوره يعني كان فيها شويه عواقب كتير، يعني الدوده بتصفر، نزل ميه بتموت. قلت لا، مش هتنفع، مشروع فاشل. نجرب مره تانية، ممكن تنجح، نحاول. حاولت يا ليت عقيمات بالجير، نجحت والحمد لله، يعني ما فيش، كله شرنقه وما فيش حاجه. فرحت جدا، قلت دي شرنقه، فرحان يعني، عملت فرح في البيت والحمد لله، يعني نجحت معانا واستمرنا بقى على طول. جبنا علبة الدود من مركز البحوث الزراعي اللي في القاهرة. العلبة 12 جرام فيها 18,000 بيضة، ده بنحطها في درجة حرارة معينة 27 28 تحضين. بعد كده بتقعد 4 أيام وبتفقس. نيجي شايل الدود وحاطين الدود في صواني كبيرة، بعد كده بنقطع لها الورق صغير ونيجي فردينه عليه، بنأكله أربع مرات في اليوم. دورة الدود 35 يوم، وبعد كده بيبدأ يشرنق. الشرنقة طول الخيط بتاعها حوالي 1400 متر، بيشرنق في 4 أيام. 5 كيلو شرانق بيديني كيلو حرير صافي بعد الحل. الكيلو حرير صافي بيديني متر في السجادة أو 16 متر في القماش، وحسب سمك ده القماش. عملنا هنا بالفعل دورة كاملة، وادينا برضو قرى بره يربوا برضو الدود ده. هنحاول ان احنا نخلي النجا اكبر واكتر قرية في مصر كلها منتجة للحرير والدود. كله يقول نجا شيخون حرير، نجا شيخون حرير، هو ده اللي يعني الحلم، وباذن الله يتحقق.